قراءة في أبرز العناوين الرياضية لصحف صادرة اليوم نستهلها وطنيا من العلم التي توقفت عند قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلزام اللاعبين والمدربين في البطولة الوطنية الاحترافية بأداء الضريبة على الدخل. اليومية كتبت أن الأندية التي تحولت إلى شركات ملزمة أيضا بأداء الضريبة على القيمة المضافة. ودوليا في إسبانيا يومية آس تحدثت عن استيلاء النجمين الصاعدين الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والنرويجي هالاند مهاجم دورتموند الألماني على عرش الكرة العالمية وانتزاعه من الثنائي الآخر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة وكريستيانو رونالدو لاعب جيفونتس الإيطالي. الصحيفة كتبت أن الريال يراقب النجمين الصاعدين وإن كان جلب هالاند الأقرب للتحقق فيما الوضعية المالية لبرشلونة تجعل خارج أي منافسة لجلبهم إلى الكامب نو. وفي إنجلترا دي سان سبورت كتبت أن نادي مانشستر سيتي خفض عرضه لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من 500 إلى 300 مليون يورو. العرض الذي نفته إدارة سيتي يتعلق بعقد يمتد لخمس سنوات. الصحيفة اهتمت أيضا بفوز كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام خارج ملعبهما وتعادل ليستر سيتي وأرسنال في أرض المنافسين في إطار بطولة الدوري الأوروبي. وفي إيطاليا لجازيتا ديلو سبورت توقفت عند تعادل ميلان في المنافسة الأوروبية قبل مواجهة الديربي أمام إنتر ميلانو وبفوز روما وهزيمة نابولي في المسابقة الأوروبية.